أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود طقس صافي 13 درجة مئوية، الملموسة 12، الرطوبة 66%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة ليوم غد الاثنين، حيث يسود طقس ربيعي دافئ بشكل لافت خلال فترة الظهيرة والعصر ليوم غد الاثنين، حيث تسجل إربد 24 إلى 14، المفرق 27 إلى 14، جرش 25 إلى 13، عجلون 22 إلى 12. المنطقة الوسطى البلقاء طقس صافي 26 إلى 15، عمان 26 إلى 16، الزرقاء 28 إلى 15، مأدبة 28 إلى 14، البحر الميت 33 إلى 20. المنطقة الجنوبية تتفرق بعض الغيوم، الكرك 20 إلى 11، الطفيلة 21 إلى 12، الشوبك 19 إلى 12، معان 24 إلى 12، أما العقبة 29 إلى 20. المنطقة الشرقية أرويشة 29 إلى 16، الصفاوي 30 إلى 16، أما الأزرق 31 إلى 16. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.